اللقاء النقيب العام احنا لقاء بننتظره من فتره ولقاء اكيد هنهتم بيه واكيد اللقاء هنستفاد بيه بمحاضراته وبالنسبه للتجديد وبالنسبه للمعهد يعني نستفاد بالمعهد اكتر يعني ان شاء الله فبنستفاد بالمعهد افضل استفاده وده على مدار 6 شهور بنتعلم منه كتير وبالنسبه لحياتنا الواقعيه والشغل العملي يعني. النقيب العام النهارده شرفنا ونورنا في محافظه كفر الشيخ وهو بيبث دايما الروح الطيبه والطمانينه في روح كل المحامين هنا في كفر الشيخ وخصوصا الشباب والمشروع الجديد اللي عمله لسياده النقيب الخاص باكاديميه القانون واكاديميه المحاماه الموجوده اللي هتطبق ان شاء الله من 2021 ومعهد المحاماه اللي هو منورنا النهارده فيه وهيلقي فيه محاضره هي حاجه جميله خالص وبتخدم الشباب وبتساعد على تهديف القانون ورسوخ القانون في نفوس الشباب وان شاء الله خير وهو نورنا وبالتوفيق يعني للجميع وان شاء الله يعني يكون لنا لقاء معاه وهو نقيب محامين مصر ونقيب محامين مصر الفتره الجايه كمان ان شاء الله شكرا. والله طبعا الحمد لله واللقاء النهارده مهم جدا لينا مع سياده النقيب ودي يعني اول مره ليا اشوفه واكيد هنستفاد النهارده وهنسمع كلمته طبعا. المعهد طبعا مفيد لينا جميعا بيأهلنا تأهيل كويس للمحاماة ويجعل مننا كوادر أفضل لأن طبعا يعني المحاماة زي ما حضرتك شايف لازم نكون عندنا خبرة كافية وهناخدها من الناس الكبار دي يعني. فمستنيينه بانتظاره وإن شاء الله كان شرف بلقائه بإذن الله. هو الحقيقة بنتهز فرصة وجودي هنا وبرحب بالأستاذ سامح عاشور نقيب محامين مصر وبقول له حللت اهلا ونزلت سهلا في كفر الشيخ. كفر الشيخ بتوجه لك التحيه والشكر على وجودك معانا. الحقيقه احنا عارفين ان انت بتبذل مجهود جامد في على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى العرب لكن احنا محتاجين دايما تبقى معانا ودايما نبقى معاك لان احنا منتظرين منك الكتير والكتير والكتير. احنا نتمنى احنا طبعا في البداية بنرحب بالسيد النقيب العام يعني بنتقدم له بأسمى آيات الترحاب في نقابة كفر الشيخ الفرعية واحنا بعتبر ان لقائنا مع النقيب العام النهاردة هو فرصة بالنسبة لمحامين كفر الشيخ عموما وشباب المحامين خاصة بإيجاز شديد لا يفوتنا ان احنا نسلط الضوء على الايجابيات اللي حصلت في عهد السيد النقيب سامح عاشور من تطوير لمنظومه معاش المحامين وبالنسبه لحصانه المحامين وتعديل قانون المحاماه كل دي ايجابيات اعطتنا طاقه ايجابيه وخاصه شباب المحامين المقبل على المهنه. ارحب به ايضا وارحب بجميع الساده الحضور على هذا على جهدهم وعلى ما بذلوه من جهد في سبيل انعقاد هذا المؤتمر الطيب وأشكر السيد الأستاذ مدحت بدوي النقيب نقيب محامين كفر الشيخ وأشكر السادة أعضاء مجلس النقابة بكفر الشيخ.